ميكرو تكوميك مع فريد كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على واش فريق الرجاء البيضاوي بهذه التشكيله قادر يفوز بكاس محمد السادس. الا بغيتوا تعرفوا الناس اش قالوا خليكم معنا بكل التواضع. اخوذ كازا اييه ودادي ولا رجاوي؟ رجاوي. رجاوي اليوم لعب الرجاء ان شاء الله الفينال، يعني اش غيديروا الرجاء بهذه التشكيله؟ واش يقدروا يربحوا بهذه التشكيله بكل التواضع؟ لا لا محال يربحون. محال يربحوا بهذه التشكيله؟ لا لا. وباش عرفتيها؟ يا بصراحه ديما كتفاجئنا، ولكن ما عرفتش انا، انا ديما متشائم وما عرفتش. ديما انت متشائم ديماً، وخاصك اليوم تكون متفائل. وحنا بغيناها تربح، حنا بغيناها تربح بكل تواضع. والله الا بغيتها تربح. التشكيله بهذه التشكيله يعني ضعيفه زعما، باش غادي باش نكونوا صريحين. التشكيله كتبان لك ضعيفه انت بزاف. واش دار لك في هذا المدرب هذا اللي جا دخل عليهم بالخطيه ولا بالرباح؟ دخلها في السنطيحه هذاك اصلا. دخلها في السنطيحه بكل التواضع. السنطيحه. تحياتي لك. الله يبارك. بكل التواضع اليوم فريق الرجاء البيضاوي لعب نهائي مع جده السعودي. كي كيبان لك البلان، واش غتربح الرجاء ولا غتخسر؟ واش نقول لك، كنتمناو لي الربح. ربح تبع ودادي ولا رجاوي؟ اخ ودادي ولا رجاوي؟ شويه ديال الرجاء، كنبغي الرجاء ولكن كنبغي كنربغي الرباح لكل شيء انا، فهمتي ولا لا؟ كتبغي الرباح كل شيء بكل تواضع. كنا مغاربه وكنا كنبغيو الرباح، فهمتي ولا لا؟ اللي يلعب مزيان كنشجعوه وكنتمناو ليه من الرباح. اليوم غتشجع الرجاء بكل تواضع؟ معلوم غنشجعها. حيت كت يعني كتلعب باسم المغرب. المغرب وكاين واحد شويه ديال الميل للرجاء. كتميل الرجاء هي كاين واحد شويه ديال الرجاء كنبغي. يعني عندك حب الرجاء البيضاوي؟ كنتمنى بكل تواضع. بكل تواضع. واش دار لك في ذاك المدرب، واش هذا المدرب الشابي اللي جا من تونس، واش دخل بالرباح ولا دخل بالخطيه على الرجاء؟ خويا اش نقول لك، المدربين عندنا كنغيروهم بزاف، هما كون خلاو السلامي كان احسن اكثر من كنبدلوا الحوايج، كنبدلوا المدربين اكثر من نبدلوا التونيات. التونيات فهمتي ولا لا؟ اللي بغى يترفح كيجي يضرب واحد العام والعامين هنا في المغرب، كيضرب الكونترا تاع النص ويمشي في حاله ويخليهم عاوتاني يجيبوا. بكل تواضع. بكل تحيات. نسولوك بعدا، ودادي ولا رجاوي؟ رجاوي. رجاوي ما رجع حتى الموت. حتى الموت بكل تواضع. كل التواضع وكل افتخار رجاء وافتخر بها. رجاوي تفتخر. ضروري. من حقك. طبعا هنا من حقك، من حقك. نعم. قول لي اليوم اش غدير الرجاء؟ ان شاء الله باذن الله فوز فريق الرجاء البيضاوي. زعما غتربح جده السعودي؟ ضروري. في الفينال ديال كاس محمد السادس. الحمد لله الرجاء لعبت 12 الفينال، ربحات 10 الفينالات وخسرت جوج، ثلاثه ديال العصبه، ثلاثه ديال كاس افريقيا، جوج ديال السوبر، واحد كاس العرب. وكاس افرو اسيويه. وبهاد التشكيله دي الكوب؟ ما تحقرش. لا لا ما حقرتش، قلت لك غير بهاد التشكيله هاد الفرقه وحط الكره في الميدان مشى على الورق. واش دار لك في هاد المدرب الشابي التونسي دخل عليهم بالرباح ولا بالخطيه؟ بعض المباريات لعبوا مزيان، بعض المباريات ناقصين، خصوصا كونتر بركان، كونتر الجيش، وكونتر ريسروم. الهزيمه ديال خمسه كي جاتك ديك الهزيمه؟ كانت قاسيه. تقصحتي شويه؟ شويه. بكل تواضع. الحمد لله خمسه ماشي حاجه، برشلونه خسرت بثمانيه. بكل تواضع. كل تواضع كل افتخار. السلام عليكم. وعليكم السلام. في اخبارك لاعب الرجاء اليوم الفينال؟ اييه ان شاء الله. مع جده السعودي؟ اييه ان شاء الله. شكون اللي غيربح؟ وكنتمنوا الرجاء ان شاء الله. باغي الرجاء تربح؟ باغي الرجاء. وبهذه التشكيله تقدر تربح الرجاء؟ ان شاء الله. تربح؟ هو في الشك. في الشك. شك شك اونتوني تتلاعب اليوم؟ لا لا. بكل تواضع انت ما لاعبش؟ لا لا. واش دارك في هذا المدرب ديال الرجاء، واش دخل عليهم بالرباح ولا بالخطيه؟ لا بالخطيه. بالخطيه. بكل تواضع. بكل تحياتي. نسولوك اليوم كاين الماتش ديال الرجاء كاس محمد السادس النهائي مع جده السعودي، شكون اللي غيربح في النظر ديالك؟ خويا انا كنقول الجراد غيخسروا ان شاء الله. داكشي اللي كاين عشيري غيخسروا. باش عرفتي غيخسروا؟ غيخسروا ان شاء الله عشان انا مقوس عليهم. واش دار لك في التشكيله هذه؟ التشكيله اخويا ما بان ليا فيها والو، الله يعاونكم. فيها مشكله. مشكله كاين، الله يعاونكم.